أستاذ ناصر، عندما نتكلم عن الأعاصير في خليج المكسيك هي دائما مشكلة، وتحليلها وتحليل أثرها دائما صعب، والسبب أنها تؤثر في نفس الوقت على الإنتاج، على الإمدادات، وعلى الطلب في نفس الوقت. يعني صحيح. الدمار الذي حصل ورحيل الناس من فلوريدا من المناطق المنكوبة هذا يخفف الطلب أيضا. فالإشكالية الأخرى أن البيانات الأسبوعية التي تأتي إلى إدارة معلومات الطاقة تتوقف، فعندنا مشكلة في أرض الواقع بسبب أننا لا نعرف ما هو صافي الأثر، وعندنا مشكلة أن البيانات لا تأتي كالعادة إلى إدارة معلومات الطاقة. دعنا ننتقل إلى الملف الصيني، ونعرف بأنه أحد العوامل التي ضغطت على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة هي التوقعات السلبية والنمو المخيب لآمال البعض حول الطلب الصيني على النفط والنمو الاقتصادي هناك. في ظل التحفيزات النقدية والمالية التي أعلنت عنها الحكومة الصينية، وهي تحفيزات ضخمة لم نشهدها منذ أزمة كوفيد، هل تعتقد بأنه هذه الحزم والخطط تغير بعض الشيء من النظرة المستقبلية أو الأوتلوك للطلب الصيني على النفط على المدى القصير إلى المتوسط؟ الأثر بشكل عام محدود، وعلى الأقل يمنع التدهور، والسبب أنه علينا النظر إلى هذا التحفيز مقابل الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة وأوروبا ضد الصين. الصين وقعت في مأزق لأنها تريد أن تقدم الحوافز إلى بعض القطاعات التي تسهم في نمو اقتصادي كبير، ولكن هذه القطاعات موجهة للتصدير، والتصدير الآن يواجه مشكلة بسبب الحروب التجارية والضرائب الجمركية الإضافية التي فرضتها هذه الدول، وبالتالي فإن الأثر النهائي لهذا التحفيز محدود. بالنظر إلى عامل آخر لكنه عامل إيجابي على الأسعار في الآونة الأخيرة هي التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، والتي كانت قد دفعت أسعار برنت لتجاوز $80 للبرميل في الأيام الأخيرة. اليوم العلاوة السعرية الموجودة في برنت دكتور أنس، ما هو حجمها برأيك؟ تقديرنا لها بحدود بعد الانخفاض الأخير بحدود $3 فقط. بعبارة أخرى أنه لو كان هناك ضربة عسكرية إيرانية على الأهداف الإيرانية العسكرية فقط، وليس هناك ضربة للأهداف النفطية، فإن أسعار النفط ستنخفض، وستنخفض بحدود $3. بعبارة أخرى أن الأسعار لن تنخفض إلى الستينيات كما حصل منذ فترة قصيرة، والسبب أن تخفيضات أوبك من جهة، وعندنا طبعا آثار الأعاصير في خليج المكسيك، عندنا أعاصير التخفيض الليبي الذي طبعا لم الإنتاج الليبي كما ذكرت عاد، ولكن له أثر في السوق لأنه يخفض المخزونات في النهاية، وهناك طبعا توقف التدهور في الصين، فكل هذه العوامل ستمنع أسعار النفط من الانخفاض إلى الستينيات. ولكن بعد أي ضربة إسرائيلية لإيران على الأهداف العسكرية ولا تمس الأهداف النفطية ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. في تقرير أوبك الشهري كنا قد شهدنا للشهر الثالث على التوالي، طبعا هذا التقرير الصادر اليوم، تخفيض للنمو المتوقع للطلب العالمي على النفط هذه السنة. اليوم أوبك تتوقع نموا بالطلب ب 1.9 مليون برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها السابقة بداية السنة كانت عند أكثر من 2.1 مليون برميل يوميا. هل تعتقد بأنه اليوم توقعات أوبك لنمو الطلب لهذه السنة باتت أكثر واقعية من التوقعات السابقة، وهل تتوقع مزيد من التخفيض في مستويات النمو؟ نشير هنا بأنه تبقى أوبك لربما أعلى جهة من حيث توقعات النمو بين كل الجهات الاستشارية الرسمية والبنكية للطلب هذا السنة. أوبك ما زالت متفائلة بشكل كبير بشأن نمو الطلب العالمي على النفط، وأتوقع أنها ستستمر بالتخفيض، والتخفيض في النهاية قد يكون أكبر مما حصل حتى الآن. هي خفضت حتى الآن 350 ألف برميل من التقرير الأصلي أو من التقدير الأصلي، ولكن أتوقع أن هناك تخفيضات أخرى لأنها متفائلة كثيرا
وكل الأدلة الآن تشير على أنها ما زالت متفائلة. بإجابة بسيطة دكتور أنس، هناك لربما إشارات بأنه العراق بالفعل بدأ بتخفيض إنتاجه إلى ما دون مستويات الكوتا بحسب التصريحات الرسمية الأخيرة من بعض المسؤولين في سومو، هل هذا ينعكس بالتقارير والأرقام الصادرة اليوم بين الشركات التي تتابع الإنتاج والتصدير بحسب ما ترى؟ هناك أمرين، الأمر الأول هو التصدير عبر البحر، البيانات لا تشير إلى ذلك التخفيض الكبير، ولكن المشكلة أن التصريح العراقي مبني على تصريح وزير كردستاني بشأن التخفيض، ولا أعتقد أن أي أحد في السوق يصدق ما تقوله كردستان الآن. هناك أيضا تصريح لأحد أو رئيس الأبحاث في سومو العراقية أيضا يشير بأنه الإنتاج في سبتمبر انخفض إلى ما دون حصة العراق ضمن اتفاق أوبيك بلس. نعم، هم يحسبوا إنتاج كردستان لأن كردستان صرحت أنها خفضت الإنتاج بشكل كبير، ولكن الأدلة على أرض الواقع تدل على أن التهريب ما زال مستمر والإنتاج لم ينخفض بالرقم الذي قالوا.